السلام عليكم مر عام على اختطاف وقتل الشاب مالك اليعقوبي في يناير الماضي اختطفته من امام منزل والده قوه مسلحه تابعه لكتائب ابي العباس يقودها عادل العزي تقول اسره اليعقوبي ان هذه العصابه هي المسؤوله عن اختطافه وتعذيبه وقتله ومنذ ذلك اليوم وعلى الرغم من تقييد بلاغ بالواقعه وجمع الاستدلالات بشانها وصدور تقرير الطبيب الشرعي الا ان المتهم في هذه القضيه ظل طليقه، لم تتمكن النيابه العامه من التحقيق مع احد فضلا عن تقديمه للقضاء. والده مالك اليعقوبي تحكي جانبا من قصتها في الفيلم التالي نتابع ثم نعود. ابنك الراقد بغرفته قام كعادته الساعة خرج من الغرفة اتفاقة انه عاملين له كمين ثلاثة اطقم ثلاثة اطقم بقيادة المدعو عادل العزي من ابو العباس طبعا الاطقم ومعهم واحد يدعى من سكن الذبحان اسمه عبد الرحمن الدوب بمجرد ما خرج ابني قاموا يعني كانوا عاملين له كمين بتحت البيوت وكذا تقول لا ايش يعني خرجوا مسكناه وشلونا بالقوة لفوق الاطقم شلونه اجا يعني شافوا آه زوج بنتي واخو كذا من بعيد اجاوا يشقروا عملوا يعني وقفوهم بالسلاح وجهوا لعندهم الاوالي قاموا على طول كل اتصلوا كده انهم شلونه ما ما طبعا عادني كنت مانيش داري طبعا مانيش عارف خالص مشوا بالاطقم عملوا عند الخط الدائري سبحان الله مدري ايش قال للطاقم لكننا مش نعرف فين يروح وليش مسكنه على طول وقف الطاقم شافوا ابن عمته دا صيح له قال له يا مالك أشفي قال له قل لعمي يعقوب من شال الارضيه الذي بذبحان، طبعا هذه الارضيه قد معهم حكم في به انه حقهم، حق ابوه امامه. طبعا حاولوا حاول عادل العزي يكتمه يعني ما يشتوش يتكلم حاول يكظمه، طبعا ابني من, من النوع يعني ما ما يرضيش بالهوان ولا يرضي بالدول. شال يده بعده يعني ما خلوش يلثمه. على طول فحطوا بالطقومات ما تجهين لا نقاط ولا نفع نقاط ولا نفع يعني مين داخل تعز لا تربه ولا نفع اي نقطه بعدين قالوا تداولوا يعني شللنا ابو العباس قالوا عشان ايش عرفنا انه من سب الارض قاموا على طول قالوا ان كان من شان الارض يا سهله على الارض ما احنا حكم فيه به عم عمو راح صور هذا الحكم طبعا زوج بنتي صور الحكم هذا واخوه على اساس انه يدخلوا لعند ابو العباس يوروا يعني الحكم من حقهم لانه ده عبد الرحمن الدوب كان يشتيه شله يعني باحتيال كان يشتيها شله بنصب ما فيش معاهم اي اوراق طبعا وهذه كانوا الارض لما كان كانوا في بيت قالوا له جيبوا اوراق جيبوا اي حاجه وشنو نوقف معاكم شلوا اما كذا بالبلطقة حق بيت يعقوب طيب المفروض انه لما كانوا قاعدوا يشلوا على قولة انه شان الارض، طيب المفروض يمسكوا اصحاب الارض، ليش يمسكوا ابني ولا له اي يعني اي دم؟ لا هو صاحب الارض اعمامه وابوه، اصحاب الارض ولا اني غلطان؟ كذلك المفروض يشلوا المشتري في برضه مشتري، يعني اخذوا النوك كده متعمدين وقتلوا النوك الساعه 12 يجيبوا خبر بوفاته، طبعا واني بلبت ولا لي علم الساعه 3 العصر بالفيسبوك طبعا. يعني صورته بدام وقد يعني اثر الضرب والتعذيب وجهه بجسده يعني انه ايش صفوا انه علمنا بالخبر التربه اقتلبت تحت فوق وعملوا كان يقطعوا الطريق كانوا يعملوا يعني دم بدا التربه كله أو الله يرحمه ابوه قال نشتي إحنا ناخذها بالقانون فما خلاهنش المهم اللي على اساس انه للقانون لا لحد لا يكون والان والقانون المهم بعدين بعد ذلك قالوا مو اشتباكات عملوا له ايش قالوا على اساس انه بالاشتباكات اجاوا بعدين جابوا لنا منتعز دخل طبعا زوج بنتي وفي ابن اخي كان هناك طبعا معاهم وليد عدنان وليد عدنان هذا كان عندهم اتصلت وقلت له يا وليد فين مالك قال هم مالك بخير ما في بش حاجه اتصلت ثاني مره يا وليد فين مالك قال حصل اشتباكات عاد احنا ارسلنا له قوة والابن قد مات الساعة ثلاث والابن قصف النوقة هيا بمجرد شلونه لعند مستشفى هناك بتاع عز ما نش عارف ايش اسم المستشفى دخلوا راح في ما دخل ذا زوج بنتي للمستشفى مع وليد مع وليد وبرضه اخوه اسمه مجد مجد عدنان راحوا للمستشفى هذه على طول وهن يقولوا للطبيب طبعا اكتب في اشتباكات اكتب انه قتل باشتباكات يعني له شكر خاص من رغم انني ما الدكتور نهائيا ما رضاش يعمل كذا قال لا شكتب بالتقرير وصل الينا مقتولا وفعلا كتب وصل الينا مقتولا مع قبوش ابو العباس أنا انه أخذونه عشان التقرير حقه هون أخذنا المستشفى تابع لهم ما ندريش ايش المستشفى علشان يعملوا التقرير الذي يشتنوا اجابوا انه طبعا وصلوا للتربه كانوا اجاوا على طول عيال اخي طبعا يشتمني يدفنوا على طول حصلوا ابوه قالوا لازم يدفن قال ابوه ما شدفنش لانه شاف اثار التعذيب بوجهه اثار التعذيب التعذيب بجسده يعني قال ابني يعني مش باشتباكات ابني تحصل لعنف لعنف خارجي فظيع اشتي طبيب شرعي يجي أقاوله عندي اقنعني يا عما ادفنوا 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 يعني يشتني يدفنوا ادفنوا يعني بسرعه قلت له هلا انا مش شدفنوش ليش تي اشوف ابني كيف مات طبعا خلوا اتصلوا الواحد يدعى حارث ما ادريش من حارث هذا من من متعز من اصحاب ابو العباس ما اعرفش من حارث كلمني قالوا له هاي يا عمتي شو تكلمك نعم تشتي تشوف ليش قتل من قتلوا وكيف يعني تعذبوا كذا قال له ادفنوا يعني استغربتوا كيف يشتمني ادفنوا ما يشتمنيش يعني ما يشتمش استنوا نهائيا الا ضروري ما ادفن ابني بذاك اللحظه قال خلاص ادفنوا لك تقرير نحن نجيب لك التقرير مش ندور من اللي قتلوا المهم اشتو كانوا يطفؤوا اشتو يقتلوا ابني على اساس يقتلوا الحقيقه معه سبحان الله انا كنت اقتنعتوا اجى بعدين صيح لي زوجي قال لي تعالي طبعا ما ليش بالصورة اللي بالتلفون كان اثار الدم ولدك يعني حاجات فظيعه يعني خوف عليا قال لي انت اقتنعت انك تدفنوه طيب شوفي ابنك كيف لما شفتوا خلاص شفتوا صوره ابني بالتلفون حلفتوا يمين ما يدفن ابني الا بايش بالتقرير لو لو ادفع حياتي بتقرير طبيب شرعي وفعلا أرسله للطبيب الشرعي وجد الطبيب الشرعي وكشف على ابني وجد الفضيحه الذي كان يشتهي يدفنونه والحقيقه اللي كان يشتهي يدفنونه مع ابني انه تعرض لعنف خارجي والضربة الرصاصه طبعا من وراء 25 سنتي يعني من وراء من قريب 25 سنه الطبيب الشرعي، معي الطبيب الشرعي والطبيب الجنائي هناك يعني معي اللي يثبت انه ابني قتيل ابني قتيل عده بقتال وصف انه تصفيه لا كمين ولا شيء ابوه كمان لما درت يعني جلس يعال نفسه يتعب نفسه ابوه كان اقسم بالله ما يرقد الا والتلفون وصور ابنه الدم والتحذيب وكذا وهو يتفرج للصور طبعا في كان القلب يعني ما قدرش ما قد يعني ما قدرش حتى يتحمل نهايه يعني شهرين بعد وفاه ابنه مالك الله يرحمه ب 25 مات يعني وأبو تبعه بعده بشهرين 25 من الشهر الثاني فقد على ابنه افتقد على ابنه حسبي الله ونعم الوكيل والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخليه وخاصه محافظ محافظه تعز كونه المسؤول الاول في مدينتنا من قلب ام انهكه الوجع منذ عام مضى واني اصارع لاخذ حق المشروع ممن خطف وقتل ابني مالك اليعقوب عمدا وعدوانا وبدون وجه حق يا من ولاكم الله علينا وحملكم الامانه انصاف المظلوم يا من خلق فيكم الرحمه والضمير ان تقتادوا كل من قتل وخطف ابني مالك اليعقوبي لينالوا الحكم بيننا وبينهم بميزان العدل وناشد كل الصحفيين والمحامين والحقوقيين وكل وكل ابناء اليمن وكل ام اب اخ اخت فقد غالي عليه ان يساندونا ويقفوا معنا لاخذ القانون مجراه وانصاف العداله حيث ان قاتل ابن مختطف ابني لازال زال حر طليق الى الان يعتقد انه فوق فوق القانون يعتقد انه فوق المسؤوليه والقانون خرج عادل العزي بالثلاثه طقومات لشاب عمره 22 سنه صفوا بالطريق قتلوا وعدبوا. هذه الحكاية لم يتحمل قلب والده ألما كهذا أكثر من شهرين فكان أول من يدفن إلى جواره كثيرة هي القلوب التي لا تتحمل هذه الأثقال من الآلام فتغادر الحياة بصمت مشاهدينا قبل أيام صدر تقرير حقوقي عن رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفين في محافظة تعز بعنوان الاعدام بالبطاقه، تضمن تحقيقا ميدانيا لجريمه اختطاف وتعذيب واعدام خمسه مواطنين، تم التعرف على جثامين اربعه منهم تعود لجنود في الجيش الوطني، تعرضوا للاختطاف من قبل نقطه تفتيش تتبع كتائب ابي العباس ايضا. للحديث عن جرائم انتهاك الحق في الحياه في محافظه تعز، ينضم الينا من مدينه تعز ايضا المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي مرحبا بك سيد ياسر أهلا بك يا المشاهدين كم هو عدد ضحايا انتهاك الحق في الحياة ضمن عمليات الاختطاف والتعذيب حتى الموت أو الاغتيالات في محافظة تعز هل هناك إحصائية خاصة بهذا النمط من الانتهاك؟ بداية نشكر قناة بلقيس لفتحها هذا الملف الـ الشائك في محافظه تعز وفي مدينته خصوصا. بالنسبه لضحايا الحق في الحياه اعتقد جازما انه لا احد لديه احصائيه شامله لكل ضحايا الاغتيالات او الاعدامات او التعذيب سواء هنا وسط المدينه او الذين او في المناطق التي تسيطر عليها جماعه الحوثي او ميليشيا الحوثي وقوات صالح سابقا. نعم. اقول انه خلال اربع سنوات من الحرب كانت من اثار هذه الحرب هي تكوين او نشوء عدد من الفصائل والجماعات والقوات العسكريه وشبه العسكريه والفصائل وغير ذلك من التسميات نعم. كانت ميليشيا الحوثي او وقوات صالح المسيطره على الجانب الشرقي وريف محافظه تعز هي التي لنقل هي التي كانت تمارس هذه الانتهاكات سواء الإعدامات أو الاختفاء أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية نعم. إضافة إلى كتائب وفصائل مسلحة هنا وصل المدينة استطيع القول أنه خلال أربع سنوات هنالك مئات المختطفين أو الذين غيبوا في سجون جماعة الحوثي هنا في محافظة تعز في أشهر معتقل في اليمن المسمى بسجن مدينة الصالح هذا السجن غيب مئات المعتقلين وأخفى كثير من النشطاء والسياسيين والصحفيين والكتاب وقادة الرأي والتأثير إضافة إلى ما هو موجود هنا في المدينة من عمليات اغتيال إضافة إلى عمليات اختفاء قسري للعشرات أقول وأؤكد هنا للعشرات مغيبين حتى اللحظة في في سجون قيادات وفصائل وقوات عسكرية حتى اللحظة لم يتم التحقيق في هذا الأمر بالنسبة للإحصائيات ما أستطيع الجزم به أو تأكيده أن 95% توفوا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي إضافة إلى ستة توفوا هنا في وسط مدينة تعز في سجون قوات وفصائل وجماعات بعضها متطرفة آه هذه الجرائم إضافة إلى جرائم الاغتيالات آه ما رصدته أنا شخصيا أكثر من 185 جريمة اغتيال حدثت هنا وسط مدينة تعز نعم. في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى حدثت في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي وقوات صالح جماعة الحوثي تالياً حدثت هناك عدد من جرائم الاغتيالات لكن بسبب ان الصوت الاعلامي هناك هنالك صوت واحد فلا تكاد تسمع ها ها هذا الامر متفهم وخصوصا المتعلقه بجرائم الاغتيالات نعم سيد ياسر هذا الامر نعم. متفهم ويعني الجميع يعرف قبح هذه الميليشيا ومدى السطوه والسيطره والقبضه الحديديه والناريه على المجتمع القابع كرهينه لكن دعنا نتحدث عن مناطق يفترض انها مناطق تحت سيطره الحكومه الشرعيه او يعني حررت من من قبضه الحوثيين وهي مثلا المدينه، انت قلت انك رصدت قرابه 185 حاله لمن يعني غالبيه هذه الحالات يعني ما هي الدوافع لاستهدافهم؟ هل هناك نمط معين يعني يقف خلف اختيار هؤلاء الضحايا بهذه العنايه استطيع القول ان هناك نمطين من او وسيلتين لهذا لهذه الجريمه المتعلقه بجريمه الاغتيال النوع الاول دوافعه عقديه او متطرفه او جماعات عنيفه وهذه مرتبطه غالبا بجماعات متطرفه تحت غطاء قيادات لنقل انها عسكريه او منضويه في اطار الجيش اضافه الى جرائم اخرى كان دوافعها اما الثارات اما آآ آآ دوافع مناطقية تصفية او تصفيه حسابات يعني. الجنائيه بالتاكيد تصفيه حسابات اما بين فصائل عسكريه او بين اسر من هنا وهنالك لكن دوافعها جنائيه لكن ما هو أخطر هذه العمليات هي التي ترتكب من قبل عناصر أو تنظيمات متطرفة هنا في في مدينة تعز بالتأكيد أن أعوام 2017-2018 حتى شهر أغسطس من 2018 كانت أسوأ الأشهر التي مرت بها مدينة تعز من حيث استهداف عناصر او افراد <applause> الجيش الوطني من قبل هذه التنظيمات المتطرفه اضافه الى جرائم الثارات وكلها تندرج في اطار جريمه الاغتيال لكن استطيع القول ان انبا العمل قامت به السلطات الامنيه والعسكريه هنا في محافظه تعز هي هو الحمله الامنيه التي وجهت ضد هذه العناصر المتطرفه والعنيفه بالتاكيد بعد هذه الحمله التي بدات تقريبا من منذ شهر مايو 2018 حتى شهر سبتمبر اغسطس سبتمبر من العام ذاته استطاعت تخليص عدد كبير من من احياء ومناطق هذه المدينه من هذه العناصر المتطرفه خفت هذه الجريمه بشكل كبير جدا وملحوظ لاحظنا ذلك في منظمات المجتمع المدني وراصدين وناشطين ان جريمه الاغتيالات خفت بشكل كبير وملحوظ بعد تلك الحمله الامنيه التي قادتها القيادات الامنيه والعسكريه في مدينه تعز. ما استطيع قوله ان هذه العناصر او التنظيمات المتطرفه للاسف الشديد ان بعض القيادات في كتائب ابو العباس كانت على صله كبيره بهذه التنظيمات وحتى اللحظه حيث ان كثير من هذه العناصر او التنظيمات فرت الى خارج المدينه وهي الان تحاول ان توجد لها موطئ قدم إما في مناطق في جبل حبشي أو الكدحة أو الشمايتين وهذه المناطق الريفية أستطيع أن أقول أن بعض هذه القيادات في 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 كتائب ابو العباس متورطه مع هذه التنظيمات وانا هنا ادعو قيادة كتائب أبو العباس إلى أن تصفي هذه الكتائب من كل هؤلاء الأفراد المتطرفين ومن كل القيادات التي على صلة أو مرتبطة بهذه التنظيمات المتطرفة شاهدنا ولاحظنا أنه في قريبة في هذه القريبة التي تتحدثون عليها قريبة مقتل مالك اليعقوبي أنا تحدثت مع أسر هذه الأسرة هذه هذا الضحية بعد مقتله بيوم يومين تقريبا آه كلهم اكدوا ان ما يسمى او المدعو عادل عزي وهو الرجل الثاني في هذه الكتاب هو من قام باعتقال او اختطاف هذا الشخص صحيح ان هذه الكتاب اصدرت بيان في ذلك بسبب هذه القريبة. قالت ان على ان عادل العزي وقواته تعرضت لكبير مسلح تزامر ذلك مع الشباكات في منطقه صيرا لكن هذا لا يعفي هذا القيادي من المساءلة والمحاسبة وعليه أن يسلم نفسه للتحقيقات في هذه القريبة وأن أسرة هذا الضحية تتهمه مباشرة بمقتل ولدها لذلك لا أستطيع أن نجزم أن هذا الضحية قد تعرض لعمليه اعدام ميداني نعم. او تعرض لكبير ومن يؤكد هذا القول او هذه التهمه هو السلطه القضائيه او سلطه النيابه العامه وعلى المتهمين في هذه القريبه على, على, على ذكر النيابه العامه على ذكر النيابه العامه السيد ياسر ده. كيف تقيم دور النيابه العامه والاجهزه القضائيه؟ هل قامت بما عليها ام ان لديها كثير من القصور لا يوجد لديها إمكانات كيف ترى الأمر أنت كناشط حقوقي للأسف الشديد أنا أتكلم هنا عن الأجهزة القضائية بشكل عام سواء لا. النيابة العامة أو سلطة القضاء إضافة إلى الأجه... الأجه... الأجهزة الأجهزة الأمنية للنيابة العامة وهي هنا السلطة بالتأكيد هي الأجهزة الأمنية اخلت او او قصرت بشكل شديد في بالتحقيق في هذه الجرائم وخصوصا جرائم الاغتيالات اضافه الى جرائم الاعدامات الميدانيه لا. التي حدثت هنا وسط مدينه تعز بالعديد من, من اطراف او القوات العسكريه والامنيه في هذه المدينه أخلت هذه السلطات أو لم تقم بواجبها على الشكل بالشكل المطلوب كان هذا نتيجة ضعف أداء هذه الأجهزة الأمنية أو ضعف مؤسساتها في الفترة ما بين عامي 2016 و 2017 لكنها لا تعفى من أداء مسؤولياتها في العام 2018 خصوصا بعد تحرير مناطق وسط مدينة تعز من هذه العناصر المتطرفة والعنيفة لا لا, لا لا يمكن إعفاء هذه السلطات الأمنية من أداء واجبها وهي هنا قصرت بشكل شديد إضافة إلى أن اللوم إلى بعض القيادات العسكرية والأمنية التي, التي, تسترت التي حمت يعني. وتحمي هذه حتى حمت وتحمي وتسترت حتى هذه اللحظة على عدد من الأفراد الذين يمارسون جرائم الإخلال بالسكينة العامة وسط مدينة تعز أو قامت بعمليات اغتيال بدوافع ثارية وبدوافع انتقامية نعم. وجنائية هناك عدد من القيادات الأمنية متسترة حتى هذه اللحظة طيب. لم تستطع ان ولم تحرك حتى هذه اللحظة سيد ياسر عوده الى الضحايا فعلا. يعني ربما انت قد شخصت الوضع من ناحيه المسؤوليات بالضبط ما هي الجهات البالغة في هذه الجرائم وما هي الجهات المقصره ايضا لكن عوده للضحايا هل تم رصد اي يعني من بين الضحايا اي حالات لانتهاكات طالت اطفال ونساء بالاعدامات و يعني بالاخفاء والتعذيب بالتاكيد كثير اذا ما تحدثنا عن جرائم جماعه الحوثي وقوات صالح لا لا يتعلق ب... بعيدا عن, عن جرائم الحوثي و يعني و... والميليشيات لا زالت قائمه حتى اليوم والقصف يطال كل حي والقنص يعني لا يتوقف عن الأماكن المطلة عليها، لكن اتحدث عن هذه الجريمة تحديدا عن هذا النمط من الجرائم، جرائم الخطف والتعذيب والإخفاء والقتل والمقابر الجماعية، هل ثبت أن تعرضت نساء وأطفال لهذه الجرائم؟ بالتأكيد لا تحضروني عديد أسماء هذه اللحظة عن جرائم اغتيالات او اختفاءات او اختطاف لنساء لكن ما استطيع تاكيده ان هناك عدد من جرائم الاغتيال بحق اطفال ونساء امت العليم الاصبحي واحده من من ضحايا جرائم الاغتيالات نعم. التي تتهم فيها عناصر متطرفه بحمايه كتائب ابو العباس وخصوصا ان هذه الجريمه حدثت في منطقه المدينه القديمه او التي تقع تحت سيطره هذه الكتائب هذه المراه كانت ضحيه لعمليه اغتيال قذره اضافه الى امراه اخرى لا استحضرها هنا لا. حاليا لكنها تعرضت للاغتيال في منطقه اللجينات وسط مدينه تعز اضافه الى ان ما يتعلق بجريمه الاختفاء او الاختطاف هناك عدد من أطفال تعرضوا للاختطاف هنا أؤكد أن عدد من القوات العسكرية من بينها الألوية العسكرية مارست جريمة الاختطاف والاختفاء القسري بحق عدد من الأطفال أفرج عن كثير منهم حتى هذه اللحظة لكن ما يزال عدد من الأطفال واتكلم أيضا عن الجنود وعن نعم. شباب مختطفين أو مختفين حتى اللحظة في سجون إما جماعات متطرفه او قيادات عسكريه او الويه عسكريه في مدينه تعز للاسف الشديد. نعم. فعلا امر مؤسف ومؤسف للغايه وثغره في في جدار المقاومه لهذه المدينه العظيمه. لكن سيد ياسر هذه المقابر التي تكتشف بين الحين والاخر في البدايه بعد او عقب الحمله الامنيه ثم مؤخرا تم اكتشاف عدد من الجثامين المدفونة بعناية وبنمط يعني يوحي بجريمة منظمة كيف يتم التعامل مع هذه الجثامين كيف يتم التحقيق فيها هل أنتم كحقوقيين يعني راضون عن عن الإجراءات أتحدث عن الإجراءات فقط في في مسارات التحقيق حول هذه المكابر إذا ما رجعنا إلى الخلف في اكتشاف المقبره الجماعيه في رمضان الفائت التي اكتشف فيها خمسه افراد من جنود القوات المسلحه للاسف الشديد شكلت لجنه لكن هذه اللجنه حتى هذه اللحظه لم تظهر لنا باي نتائج تحقيق وما آآ آآ اعلمه انا واعرفه ان هذه اللجنه اقصى ما عملته انها انتشرت هذه الجثث واحضرت الطبيب الشرعي دون ان تتاح في مكان له اي امكانيات او تعطى له نعم يعني وكأن الأمر فقط مجرد نقل الدفن من مكان إلى مكان آخر بالتأكيد حتى أنني قابلت الطبيب الشرعي في إذان تلك الفترة ذكر أن عدد من الأدوات والإمكانيات التي تتطلبها تشريح هذه الجثث لم توفر له إما من السلطة المحلية أو من القيادات الأمنية والعسكرية لم توفر له تلك الإمكانيات ولا تلك الأدوات التي يستطيع من خلالها تشريح هذه الجثث وهذا ما عليه الأمر في هذه الأثناء بالاكتشاف مقابر جماعيه جديده في مناطق شرق مدينه تعز حتى هذه اللحظه لم ياتي الطبيب الشرعي ولم يتم استدعاؤه الى مدينه تعز لتشريح هذه الجثث وما يمكن اتخاذه بالاجراءات اذا هذه الجثث لا استطيع ان اقول ان امكانيات الطب الشرعي كافيه لتشريح هذه الجثث وعلى السلطات الامنيه والعسكريه هنا في محافظه تعز نقل هذه القثامين او عينات منها لتشريعها في احدى الدول التي تمتلك هذه الامكانيات والوسائل حتى نتمكن معرفه من هؤلاء و... و... وإلى أي أسر ينتمون حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء الطبيب الشرعي إضافة إلى أنه شكلت لجنة للتحقيق أقصى ما عملته أيضا هو هذه المقابر تم نقلها إلى ثلاجات مخصصة للموتى أو الجثث تم نقلها إلى ثلاجات مخصصة للموتى لم يتم اي اي اجراءات تاليه لهذه السيد ياسر العمل في ظل تحقيق او استدعاء او غيره نعم في ظل هذا الحال العجز عن التحقيقات القصور في اداء الأجهزة القضائيه حاليا يعني يعني التستر على المجرمين المباشرين كذلك ايضا يعني استزراع المليشيات المنفلته في اماكن مختلفه بعد ان فلتت من العقوبه داخل المدينه بماذا يمكن ان تنصح اهالي الضحايا لتثبيت حقهم وتوثيق الانتهاكات التي تعرض تعرضوا لها هم او تعرض لها احد افراد اسرهم واذا ما تعرض احد ايضا لا قدر الله مستقبلا لمثل هذه الاعمال كيف يمكن أن تنصحه لتثبيت وتوثيق حقه دعني أولا وجه نصيحة إلى السلطات الأمنية والعسكرية أولا بتشكيل لجنة وأنا هنا أناشد محافظ المحافظ الجديد وناشدت سابقا المحافظ السابق بتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في كل جرائم الاختفاء القسري هنا وسط مدينة تعز حتى هذه اللحظة كثير من الشباب مغيبين ومختفين لا توجد لجنة لا توجد أي جهة لديها إحصاءات دقيقة بهؤلاء المختفين قسريا حتى هذه اللحظة أنا هنا أناشد محافظة المحافظة بالعمل على تشكيل لجنة للتحقيق واستقبال كل البلاغات والشكاوي المتعلقة باختفاء أفراد في مدينة تعز قابلنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية كثير من أسر الضحايا الذين يشكون عن اهمال السلطات الامنيه او عدم تلقي بلاغاتهم بشكل جدي عن اختفاء واختطاف عدد من ذويهم انا هنا اناشد الاسر اسر الضحايا واناشد الضحايا انفسهم كل من تعرض لاختطاف او اختفاء او تعذيب او 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 اي من اشكال المعامله المهينه والقاسيه الا يتردد في ان يشكي ما تعرض له اما الى السلطات الامنيه او السلطات القضائيه او منظمات المجتمع المدني المنظمات منظمات المجتمع المدني هنا دورها يتع... ي... يتعلق بحفظ حقوق الضحايا وبحفظ ذاكره الاجيال، اضافه الى ان السلطات الامنيه والعسكريه باستطاعتها ان تفتح ملفات للتحقيق في هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، انا هنا اؤكد على اسر الضحايا الا يترددوا في تقديم شكاويهم ضد ايا كان من مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء لا. كانوا افراد او كيانات او جماعات او حتى قيادات ذات سلطات التنفيذية أو ذات الرفوض لا يتردد هؤلاء الضحايا ولا أنصحنا كثير من أسر المختفين قسريا حتى هذه اللحظة لم يترددوا لم يترددوا إلى السلطات الأمنية لإخبارهم بما تعرض له ذويهم وأنا إذا كانوا في حالة خوف سيد هؤلاء ياسر هذه الأسر بالتوجه إذا إذا كانت هذه الأسر تخاف من الحديث الآن في ظل هذا الانفلات أو ما بقي منه تخاف الانتقام تخاف ان يتم يعني ان تتعرض لمزيد من الانتهاكات، ما الذي يمكنهم ان يفعلوه؟ انا كنت اعذرهم في السنوات الماضيه ايضا كانت ما كانت تتواجد الجماعات العنيفه هنا وسط وسط مدينه تعز، لكن في هذه الاشهر الاخيره اصبح الوضع الامني نوعا ما متحسن ومستقر واصبح الجميع يلحظ هذه الاجراءات الامنيه التي تحسرت في مدينه تعز بعد هروب هذه الجماعات المتطرفه بالتالي فلا عذر لهذه الاسر فلنفترض أن, ان العذر قائم سيد فلنفترض ان العذر قائم خاصه يعني نحن لا نتحدث ولا ننصح فقط الاسر القابعه في المناطق التي خرجت منها هذه الجماعات، هذه الجماعات انتقلت الى اماكن اخرى في ارياف ومحافظه تعز وبالتالي نتوقع يعني لا قدر الله ان يتعرض اي من المواطنين المعارضين لها هناك لمثل هذه الانتهاكات. ما الذي يمكن ايضا ان ننصح هؤلاء؟ يعني ما اقصده هو النصائح التوثيقيه التي تحرصون عليها كحقوقيين وراصدين في الميدان تدوين لحظة الاختفاء يوم الاختفاء إذا ما تم يعني اختطاف الشخص من قبل أفراد معينين معروفين هذه الإجراءات التي يمكن أن ننصح بها المواطنين على الأقل لتدوينها يعني لديهم ثم الانتقال في 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 يعني خطوه ثانيه اما لابلاغ السلطات ان استطاعوا او المنظمات الراصده، هذه الاجراءات التي يحتاجها اي مواطن مثل الاسعافات الاوليه لحفظ الحقوق من الاندثار وهذه الانتهاكات يعني لتحقيق العداله مستقبلا بالتاكيد انصح هؤلاء الاسر اولا بتدوين كل المعلومات وكل ما يتعلق بحالة هؤلاء الضحايا وتاريخ اختفائهم وملابسات وظروف اختفائهم وكل ما يتعلق بظروف اختفائهم إما من مشاكل سابقة أو أصدقاء أو أفراد كانوا مع هؤلاء ألأ الضحايا إضافة إلى أن عليهم استدعاء أو إبلاغ كل المنظمات العاملة هنا في محافظة تعز وهي هنا كثيرة إما المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية لا يترددوا في إعطاء هذه المعلومات لكل, لكل هذه المنظمات إضافة إلى أنهم يستطيعون إبلاغ السلطات الأمنية إضافة إلى أن تشكيل لجنة لتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري والاعتقال والتعديل هذه استطيع ان اقول انها تستطيع ان تعمل على حمايه هؤلاء الضحايا نعم. بشكل رسمي تستطيع توثيق كل جرائب كل جرائم كل جرائم الاختفاء القسري هل في الاسره فقط هي المعنيه سيد شكرا. ياسر هل الاسره اسره المنتهك فقط هي المعنيه ام ان هذا الدور يمكن ان يقوم به المجتمع كجيران واهل قريه يعني اذا ما كانت هذه الاسره يعني في حاله الصدمه الاولى هل, هل هذا الدور منوط فقط بالاسره التي تتعرض او يتعرض احد افرادها للانتهاك بالتأكيد أن الأسرة هي المتضررة وهي من عليها أن تقوم بهذه الإجراءات ابتداء لكن هذا لا يعفي أن يقوم المجتمع بذلك لا يعفي أن تقوم المنظمات أيضا بذلك لا, لا يعفي السلطات الأمنية وهي هنا وسائلها مفتوحة إما من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأخبار والأجهزة الاستخباراتية كل هؤلاء يستطيعوا أن ينقلوا كل هذه المعلومات ويحفظوها ويرشفوها ويسجلوها.. إضافة إلى أن.. أنا هنا أؤكد على أن.. دور أي لجنة للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري هي مهمة ومهم في هذه اللحظة.. أن تكون متواجدة هذه اللجنة أن تشكل نعم. هذه اللجنة هي من تستطيع أن تحفظ وتأرشف وتستقبل طلبات كل هؤلاء المختفين قسريا وذويهم تستطيع أن تعمل أو تجدول بيانات كل هؤلاء الضحايا منذ بدايه الحرب وحتى وحتى هذه اللحظه اذا على محافظ المحافظه ان يعمل على تشكيل لجنه للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب وسط مدينه تعز اضافه نعم. الى ان السلطات الامنيه لا تعفى من اداء مهامها و... سيد عادل و... الخطوه و... التاليه و... بعد وما بعد وما هذه التوثي... بها؟ الخطوه التاليه بعد هذه التوثيقات هي الانتصار للضحايا والانتصاف لهم أيضا لكن كثير من المواطنين الآن مع طول فترة الصراع والانفلات بدأوا يفقدون الأمل في تحقق العدالة يوما ما أنت كناشط حقوقي كيف يمكن أن ترد على هؤلاء وتعيد ثقتهم أو ثقتهم بمسألة العدالة الآتية ولا ريب بالتاكيد العداله لا يمكن محوها ولا يمكن ان تستمر مغيبه كل هذه الفتره او الفتره القادمه اقول ان هؤلاء او هذه المقابر او هذه الجثث التي اكتشفت في هذه الفتره كان من الصعب اكتشافها في فترات سابقه اذا في جرائم الاختفاء القسري او التعذيب او غيرها من الجرائم مثلما ظهرت مثيلاتها في فترات سابقه لا بد وان تظهر الى السطح لا بد وان تظهر للعلن في فترات لاحقة لا لابد لا بد للعداله ان تنتصر لا بد لاجهزه الامر واجهزه القضاء واجهزه جهاز النيابه العامه أن يقوم بدوره مستقبلا. لا يمكن أن يظل مغيب طوال هذه الفترة. إضافة إلى أن عملية بناء أجهزة السلطة القضائية تسير بوتيرة لا أستطيع أن أقول في تعز أنها يعني؟ متسارعة نوعا ما. وهذا يحسب لمدينة تعز. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ياسر المليكي. على كل هذه الايضاحات كنت معنا من مدينه تعز. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب اسره الشهيد مالك اليعقوبي تمرست في امان الله.